حياتنا. سبحان الله خاطرتنا وخالديتنا مع خويلد. اليوم سبحان الله يا شيخ مصر، شيخ المنصورة، واحد يقول لي جول جمال جول جمال. سبحان الله، أول هو مسيحي ذاك الوالد سيد هاشم سيد أحمد الرفاعي الوزير نائب شيخ الطريقة رفاع الصفية شرح قصته، يقول مسيحي سوري من ما أدري هو من اللاذقية هو من طرطوس، يقولوا عاش بسوريا وبعدين راح مصر. انتم تذكرون جول جمال اللي استشهد معركة البرنس بالبحر مصر، جول جمال اللي صار شهيد، ما ادري عاد هو اسلم ولا لا. سبحان الله، كان في مطعم بشرق بالصناعية اسمه مطعم جول جمال، وين مقبرة جعفرية والحساوية كان هناك تهدم يمكن ما لقيته. فجول جمال كان هو يعني سبحان الله الجهاد في سبيل الله وتحرير فلسطين والأراضي العربية، يعني مسلم مسيحي أي الدين. أنتوا لحقتوا عليه سمعتوا فيه جول جمال؟ سبحان الله معروف. واندفن بمصر، توفى ذاك الوالد يقولها 1970. فسبحان الله يعني قصته عجيبة، قروها وتعلموا منها أن الله بالقرآن يقول إنما المؤمنون إخوة، يعني بينهم بين الأديان والطوائف الأخرى. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاش مع كل الملل، كانوا اليهود والنصارى فسبحان الله. إن شاء الله يا رب تتحرر فلسطين ونشوف بهذه حرب تحرير غزة وفلسطين، نشوف من الأديان الأخرى يعني نماذج رجالية ونسائية مثل جول جمال، عشان لا مو بس يقولون إن المسلمين إرهابيين، المسلمين مو إرهابيين. وإن شاء الله الأديان الأخرى كلنا أخوة، وفي صحفيين الحين من كل الأديان داعمين للقضية الفلسطينية. فيا رب انك ترحم جول جمال، واحنا تذكرنا له، وهو اذا مو اخونا اذا مو مسلم اخونا في الانسان. يا رب اخ لك اخ لك بالعشيره كاخ لك، كالوالد درس منصوري يقول جول جمال جول جمال يا جمال الصوفيه. شكرا. في جول جمال الحين زيه؟ اكيد يا رب، ما دام انت قلت خلاص. سيدي ابراهيم الدسوقي، انت المنصوره مصر.